المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وثيقة، وتقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والجهود المبذولة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسعيه لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. يقلد خادم الحرمين الشريفين فخامته أرفع وسام في المملكة العربية السعودية قلادة الملك عبد العزيز. In appreciation of the historic and close bonds between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America, and in appreciation of His Majesty the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, for President Donald Trump, the President of the United States of America, his efforts to strengthen the relations between the two friendly countries in various fields, and his quest to enhance security, stability, and peace in the region and the world, the custodian of the two holy mosques confers King Abdulaziz Medal, the highest medal in the Kingdom of Saudi Arabia, on President Donald Trump of the United States.
Governments are always able with
republics or whatever form of government. Syria too used to be one of the most advanced countries. It was a republic, but we used to get our professors or advisors from Syria. They served the kingdom, they served King Abdulaziz. Some of them even made it to being ministers. Same thing to be said about Iraq too. كذلك إذا عرجنا إلى القمة العربية الأمريكية الإسلامية أيضا التي ستعقد هنا في الرياض من ضمن القمم الثلاث التي ستعقد في عاصمة العروبة والإسلام في الرياض في المملكة العربية السعودية، لا شك بأنها ستكون منطلقا لإعادة بناء العلاقات العربية الإسلامية الأمريكية بما يضمن مزيدا من التعاون ضد الإرهاب وضد من يريد بالزج بالمنطقة والدول العربية والإسلامية إلى مستنقع العنف والانقسامات. ونتطلع أيضا بأن تخرج هذه القمة بمواقف إيجابية من الأوضاع في سوريا واليمن وكافة الدول العربية والإسلامية أساسها التعاون. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن قمة بمثل هذا الحجم وهذا الحضور ذو المستوى العالي وعلى أرض المملكة العربية السعودية لها اعتبارها لدى كل الدول العربية والإسلامية. ولا شك بأن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح هذه القمة لدعم العلاقات العربية العربية والعربية الأجنبية. هنا كما نشاهد في هذه اللحظات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس الأمريكي في طريقهما إلى صالة الطعام والغداء المعد بهذه المناسبة. وأنتقل في هذه اللحظات إلى الزملاء في الاستوديو وسنواصل معكم بإذن الله تعالى تغطية وقائع هذه الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب.